صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنديكم معايا في واحد الجوله. باغا ناخذ بيجامات، ما بقاوش عندي البيجامات، وباغا ناخذ شي باطه هكا سخونه. العام اللي فات هبطت المغرب وخليت بيجامات ديالي تما، باش زعما الا هبطت مره اخرى ما نهبطش متقله، ودائما كنهبط متقله. المهم ما نطولش عليكم، غنديكم معايا في جوله اليوم، نوريكم داكشي اللي كاين. وبزاف ديال البنات طلبوا مني ندير لهم جوله في البريمارك على البيجامات والباطات وكذلك الحوايج ديال الاطفال، فغنستغل الفرصه وغندير لكم واحد الدويره. المهم اي محل مشيت ليه غندير لكم فيه واحد الجوله، ومن بعد ان شاء الله غندير لكم واحد الوصفه اللي انا مجرباها ديال سيلوليتيس ديال الشراطي اللي عندنا في اللحم. بزاف ديال البنات قالوا لي عندنا شراطي حمرين اللي تيخرجوا من بعد الولاده. المهم هذه الوصفه اللي غندير لكم كتصلح لجميع انواع الشراطي، سيلوليتيس، داك اللحم اللي كتكون فحال الشكل ديال البرتقال، وصفه اللي زوينه بزاف. فلا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ديال اليوم خليكم معايا. يلا مشينا نتوكلوا على الله. الاشخاص اللي سولوني على الثمن ديال كلاسيس ديال ريسيكلاخي للسياقه، انا تعمدت ما نعطيش البريسيو، لانه هادشي على حسب المدرسه وعلى حسب كذلك المدينه. كاين البلايص اللي كيتقام فيهم غالي وكاين البلايص اللي كيتقام فيهم رخيص، ما كاينش واحد الطريفه محدده على داكشي. ما عطيتكمش الثمن. اول حاجه غنبدا لكم بها هما الباطات او البينوارات اللي طلبوا مني بزاف هما، والبيجامات. كيف ما كتشوفوا كاينين بزاف ديال الاشكال، وكاينين اللي غلاضين بزاف، كاينين اللي شويه، كاين كذلك اللي طوالين بزاف يعني وادين على الركبه، كاينين اللي قصيرين، كاينين اللي ما طوال ما قصر. يعني اي واحد بغى شي حاجه راه غير لقاها. والاثمنه راه من 8 اورو ونص الفوق كلها، والقدره الشرائيه ديالو. هادو البنات فنين بزاف، ما كيجيوش طوالين، كيجيو غير قصيصرين. تويب ديالهم زوين سخان، وفيهم واحد جوج ديال الجيوبه في الجناب ديال الباطا. وكاينين هادو غلاضين، هادو صراحه المدن اللي فيهم البرد ينفعوا بزاف. وكاينين هاد الشكل هادو اللي كيجيو طوالين يعني تحت الركبه، والثمن ديالهم 14 ديال الاورو. نخليكم تفرجوا، راني صورت لكم كل شيء. هادو حتى هما زوينين، اول مره يجيبوهم بريمارك هاد العام. هاد التويب هذا ما غليتش بزاف، كاين موضه في كاع التيندات اللي كيبيعوا، في كاع المحلات اللي كيبيعوا البيجامات، هذه هي الموضه اللي خرجت هاد العام. كذلك هاد التويب هكا اللي داير فحال موبرا اللي رطيطب بزاف، حتى هما خارجين الموضه في كاع المحلات. كاين هاد الشكل هادو ديال البيجامات جايين 3 بيس، صراحه زوينه بزاف، ولكن المدن اللي ما كيكونش فيها البرد قاصح ما تصلحش. المدينه اللي ساكنه فيها انا البنوار الفوقاني سخون، ولكن البيجامه اللي لتحت خفيفه، يعني ماشي سخونه بزاف، تصلح غير المدن هكا اللي الجو عندهم واخا كيكون البرد كيكون يعني معتدل، ما كيكونش داك البرد القاصح. كيجي السريول من التحت مجموع. شكيل ديالها زوين وانيق، كاين ما كاينش غير في هذا اللون هذا، كاين كذلك في الزيتي، حتى هي زوينه عجبتني بزاف، ولكن ما تصلحش ليا انا مع البرد اللي عندنا. وكاين كذلك في الوان اخرين. هادي البنات حمقتني فيها اللون غزال، هاد اللون هو اللي كنقلب عليه. عجبوني شي شكيلات، غناخذهم غنلبسهم باش حتى نتوما تاخذوا فكره، ونوريكم كيفاش كيجيو في اللبسه. وكاينين هادو فنين، هادو ديال 10 اورو يا البنات، راه الله يعمر ليهم الدار، سخونين. عرفتي انا شحال هادي كنت نشري بيجامه من اي ماركه كيف ما كانت، ونبقى نلبس الكاميسيته وخت الكاميسيته وعمت الكاميسيته من التحت والبينوار من الفوق، وعلى الله على الله نسخن. من نهار بديت كنشري هادو ديال 10 اورو بالضبط، عرفتي البنات راهم سخانين سخانين، غير هما يعني السروال ديالهم مطلوق، ما تيجي يعني الشكل ديالهم عادي الفوقيه والسروال مطلوق، ما تيجيش السروال ديالهم مجموع من الرجلين، ولكن راه الله يعمر ليهم الدار.
وحتى هادو البنات زوينين، هادو هما اللي مؤخرا يعني كناخدهم. علاش؟ لحقاش الرجيلات ديالهم مجموعين، كتعجبني السروال ديال البيجاما يكون مجموع من التحت، كتجي البيجاما زوينه، كيجي باين فيها المنظر، ماشي فحال الا كان السروال مطلوق. حتى هما زوينين، التويب ديالهم سخون وكيجيو زوينين في اللبسه. وبطبيعه الحال راه كاين الاشكال والانواع، شوفوا الروينه اللي كاينه اليوم. اول مره نشوف البريمارك ديالنا دابا مع راس العام، راه الدنيا مطرطقه، كل شيء كيشري، راه الخورده كاينه. وهادو مقادين في الكاخيطاس ديالهم، دائما في راس العام كيديروا بحال هكا، يعني كادو مكمول. كتجي بيجاما بالتقيشرات ديالها، بهذيك الباندا اللي كتكون على العينين، بلا ما حتاج الانسان يبقى يقلب ويدور، كيجيو كيديوهم فحال هكا. كاين اللي كيلويه من الفوق يعمل ليهم بابي كادو، كاين اللي كيخليه فحال هكا. الشكل ديالهم صراحه زوين، وكتجي يعني البيجاما مكموله. وكاين كذلك يعني الاشكال والانواع، كل واحد والثمن. كاين اللي دايرين 17 الاورو، كاين اللي دايرين 13 الاورو، وكاين كذلك هاد النوع هكا من البيجاما. حتى هما التويب ديالهم سخانين، كتجي الفوق والسريول ديالها دايره فحال لاشوميز، دايره فحال قويمجه من الفوق. انا صراحه هاد لي ستيل ماشي ديالي، هاد لي ستيلو ماشي ديالي، ما كنحش بهم كيجيوني زوينين، ولكن غنقيسها لكم باش تاخدوا فكره وتشوفوها في البيسه كيفاش كتجي. هاي هاي هاي، يقولوا لي هذه كاع ولات زعامه، وليتي تقيسي وتلبسي، وكي جيتكم البنات نصلح نكون موديل ولا لا؟ المهم غير بغيت نوري هذه البنات اللي محجبات اولا ساكنه مع عائلات راجلها، وكتبغي تلبس يعني شي حاجه اللي تكون مستوره. واخا هي هذيك الفوقيه راه كتلبس بوحدها فحال الكاميسون، ولكن تقدري وديروها مع السروال. انا شخصيا حمقني السروال، يعني كيجي زوين في اللبسه ولكن ماشي مع هذيك الفوقيه. وقيس لكم حتى هادي باش تاخذوا واحد الفكره، صراحه التوب ديالها رائعه البنات، رطيطب وفي نفس الوقت سخيخنا. بالنسبه للسروال راني خديت لا طاي ام، لحقاش كيعجبني نكون مرتاحه في السروال. اما الفوقيه راني لابسه دو اكس اس، لحقاش كيجيو واسعين من الفوق. وقيس لكم حتى هاد الشكل هكا باش تاخذوا واحد الفكره. لا طاي اللي قيس انا هي ام، كيجي السروال هواد مرخوف من التحت، فيها صديفات من القدام، ويعني حتى هي كتجي ما بيهاش في اللبسه، ولكن ماشي من البيجامات المفضلين عندي. وتلبيه للعديد من الاخوات اللي طلبوا مني نصور لهم الجهه ديال لي بيبي اولا الرضع، فنخليكم مع الفيديو ونتمنى انكم تستمتعوا به. Thank you.
وانا دابا في المحل ديال ومن سيكريت حتى هما دايرين تخفيض ديال 30% في اغلب ديال البيجامات وكذلك البنوارات كيف ما غتشوفوا، يعني تقريبا كاين نفس الموديلات في جميع المحلات. هاد البيجامه هادي تقريبا السروال ديالها التوب ديالو فحال الكرونه اللي قيست معاكم في بريمارك، غير هنايا يعني السروال داير 16 الاورو والفوقيه ديالو دايره 16 الاورو، وراهم ديجا خفضوا ليه الاثمنه يعني ناقصين ليهم 30%. ويعني كاين بزاف ديال الالوان بزاف ديال الشكلات صراحه عطا الله ما يدار، واغلب بيجامات هبطوا ليهم الثمن ل 23 الاورو. وحتى هادو راه فيهم تخفيضات واخا يعني دايرين لهم 33 ديال الاورو، ولكن من كتمشيو لاكيس باش تخلصوهم راه كيديروا لكم 30% ديال الديسكوينتو. المهم انا درتها لكم في البال باش اللي عجبتها شي حاجه او بغات تشري شي حاجه راكم تساريتو معايا، كل وحده تمشي للمحل اللي عجبها. المهم البنات انا يلاه خرجت دابا من المحلات، داكشي اللي عجبني راني صورته وتقاسمت معاكم باش تاخذوا واحد الفكره. بيجامات كاينين زوينين لا في بريمارك لا في ايتام لا في ومن سيكريت، راني درت لكم واحد الجوله صورت لكم. بالنسبه لومن سيكريت دايرين حتى هما تخفيض 30% اغلب البيجامات الفوقي السروال والفوقيه ديالو كيخرجوا ب 23 ديال الاورو، ولكن في كاع كاين داك اللي شفتهم نفس الموديل، يعني كاين داك الشيء الاكارو بحال اللي قيست وريتكم في البريمارك، كاين داك الثوب بحال الشكل ديال الكرونه اللي قيستها لكم وريتها لكم، ويعني نفس الثوابات كاينين في جميع المحلات اللي تختلفوا هما الاسعار، كل وحده تشري من المغازا اللي كيعجبها. انا شخصيا كيعجبوني البيجامات ديال بريمارك، وانا قلت لكم خاصه هذوك ديال 10 الاورو راه غلاضين الله يعمر ليهم الدار، السروال ديالهم عادي والفوقيه ديالهم عاديه ولكن راه سخانين. انا ما تنفعني في غرناطه لان البرد ديالها قاصح غير البيجامات ديال بريمارك لحقاش سخانين بزاف، ولكن انا كنفضل هادوك ديال 13 الاورو لحقاش الرجيلات ديالهم مشدودين، ما تعجبونيش السراول اللي كيكونوا مسرحين، كيعجبوني السراول اللي كيكونوا مشدودين. اما هادوك ديال 10 اورو قسما بالله البنات لما عندي بيجامه كان جابسها ليا اختي داك السعدات، حنا باقي محل عندنا بريمارك في غرناطه 5 سنين ولا 6 سنين باقي لحد الان كنلبسها، باقي لحد الان كنلبسها. ما عرفتش انا البنات اللي كيقول لك لا البريمارك البيجامات ديال بريمارك السلعه عندهم عيانه وشي كلمات اللي انا ما نقدرش نقولهم، ولكن انا عن تجربتي الشخصيه كيعجبوني البيجامات ديال بريمارك خاصه ديال 10 الاورو وديال 13 الاورو. ديال 10 الاورو غلاض عليهم واحد شويه، ديال 13 الاورو كيعجبوني رغم انهم بعت المرات اشنو كيوقع ليا فيهم، بعت المرات كتحل ليا الخياطه من شي بلاصه ولكن كنخيطها عادي وكنبقى كنلبسها، راه عندي بيجامات لبست فيهم عامين 3 سنين وباقي كنلبس فيهم. المهم الغزالات غنمشي نجلس نرتاح واحد شويه عاد غنمشي للدار، داك السعده صالي نوريكم نتقاسم معاكم داكشي اللي خديت وندير معاكم الروتين اللي تبقاو تستعملوه باش تخلصوا من السيلوليتيس ومن الشراطي اللي كيكونوا في اللحم خاصه الشراطي اللي باقي حمر. وها انا رجعت معكم غنتقاسم معكم داكشي اللي خديت من بريمارك. في الاخر البنات خديت هاد البيجامه هادي بلا ما نعاود نوريها لكم لحقاش راكم ديجا شفتوني لابساها لبستها باش نعطيكم واحد الفكره باش تشوفوا كيفاش كتجي، عجبتني بزاف واول مره يعني نشري فحال هاد الموديل هذا،
وديجا هادو كاينين موضه يعني في بزاف ديال المحلات، كاينين في ايتام وكاينين كذلك في من سكريت، راني وريتهم لكم. يعني كل وحده تشري من البلاصه اللي هي كترسح لها. في بريمارك دايرين 9 الاورو السروال و 9 الاورو الفوقيه ديالو، اما في بالنسبه لومن سكريت دايرين 16 الاورو السروال و 16 الاورو الفوقيه، كل واحد على حساب لايش كيفساح وكل واحد على حساب القدره الشرائيه ديالو. المهم انا عجبتني بزاف بزاف بزاف، داك ساعات فاش نلبسها وفاش نصبنها نرد عليكم الخبر نقول لكم واش تستاهل او ما تستاهلش. حاجه اخرى اللي خديت هما هاد لي لانجيت هادو اللي كيحيدوا المكياج، خديتهم من بريمارك حاطينهم في الكاخه، كيصلحوا لجميع انواع البشره. كل باكيه جايه فيها 25 لانجيت كيحيدوا المكياج، دايرين على انهم كيحيدوا المكياج والوسخ من الوجه ديالنا. مصايبين بمامي ثيلار، معرفش بالعربيه كيفاش، شنو اوامي سلا شنو كتقال بالعربيه، ومصايب كذلك بالماء ديال الورد فيهم. يعني دايرين بان فيهم كميه كثيره من الماء ديال الورد، وبانهم درماتولوجيكامنت تيستادو، يعني دايزين على الاطباء ديال الجلد. وهادشي اللي دايرين. الحاجه الوحيده اللي ما خصناش نديروها دايرين على انهم ما نستعملوهمش في المنطقه حول العينين، غير الوجه، هاد البلاصه هادي ما نوصلوش ليها، رخاصين. انا كانوا خاصيني 2 اورو و50. هادشي اللي خديته البنات. دابا غندوزو الوصفه المعتمده عندي لا في الحماله ديالي اولا من كنغلاط وكنعاود نعاف كيخرجوا لينا في اللحم ديالنا دوك الشراطي بيضين، كتصلح كذلك الشراطي حمرين اللي كيكونوا من مر الولاده لا على مستوى البطن اولا في الفخذين، وكيصلحوا كذلك الناس اللي عندهم يعني الجلد مكردغه، ما عرفتش واش غتفهموني، يعني عندهم الجلد فحال 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 البرتقال، بحال هكا كيكون فحال الشكل ديال البرتقال، حتى هي كتصلح ليهم. المهم غندوزو باش نشوفو المكونات. اول حاجه غنصايبو مقشر، هذا اول حاجه غتكون اللي غنحتاجو فيه زيت ديال كوكو. انا استعملت هذا، خديته من ميركادونا. علاش استعملت هذا؟ على الرائحه ديالو، لحقاش كيخلي واحد الريحه زوينه في الجسم. هذا كنستعملو انا شخصيا فقط في الجسم، اما بالنسبه للشعر راني كنت ديجا تقاسمت معاكم هذا هو اللي كنستعمل في شعري، وكل وحده دير داكشي اللي هي كترتاح ليه. كذلك غنحتاج السكر الاسمر، وغنحتاج شويه ديال القرفه، وكذلك غنحتاج القهوه، اي نوع ديال القهوه عندكم كيف ما كان، المهم القهوه تكون فيها الكافيين. المهم اول حاجه غنجيبو قريعه ديال الزاج، ضروري قريعه ديال الزاج باش نحتفظوا بهذا المقشر، وغندير السكر الاسمر. ما كاينش شي كميه محدده، نتوما ديروا عينكم ميزانكم القياس اللي بغيتو، بغيتو ديروا كميه كثيره ديروها، بغيتو ديروا غير كميه قليله ديروها. انا هنايا تقريبا عندي واحد 6 حتى 7 ديال المعالق ديال السكر الاسمر، غندير نفس القياس من القهوه، وكنعاود ناكد القهوه تكون فيها الكافيين، سينو ما غدير لكم حتى شي حاجه. 3 و 4 و 5 ما غنزيدش اكثر لحقاش راني درت المعالق عامرين بزاف. وغندير معلقه وحده عامره ديال القرفه، كتنشط لينا الدوره الدمويه في الجسم. صافي غنخلط المكونات الجافه مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد غنزيد عليهم الزيت ديال الكوكو. ها هو عندي هنايا، انا راني دوبسو، غنضيفوه وغنخلط المقشر مزيان. ما خاصوش يجينا ناشف وما خاصوش يجينا سائل، يعني نحسو بالتقشير يجينا ما بين وبين. هذا المقشر هذا غنستعملوه من نكونو في الدوش، يعني من نكونو في الحمام، من نغسلو ونسالي، واخر حاجه غنخليوها هو هذا المقشر هذا. وهو مقشر وفي نفس الوقت راه مرطب يعني للجسم، لحقاش في الاخر كتبقى مع فيه الزيت ديال الكوكو كتبقى البشره رطبه بزاف. هانتوما بلاتي نحيد هادشي، هانتوما هكا كيفاش خاصو يجي، ما يجيش سائل وما يجيش ثقيل، والريحه ديالو الريحه ديالو البنات واعره، فيه خليط من الكوكو فحال الحلوه، الحلوه ديال الكوك
وداك الريحه ديال القهوه وداك الريحه ديال القرفه، الريحه ديالو واعره بزاف. غنقول لكم دابا الطريقه كيفاش تستعملوه. يعني من غتدخلوا للدوش غتغسلوا وتساليوا، اخر حاجه هو هذا المقشر هذا كيفاش غنستعملوه. من بعد الى شفتوه جمد لكم ما كاينش مشكله، لحقاش كيف ما كتعرفوا الزيت ديال الكوكو في درجه حراره قل من 24 غرادو كيولي بحال هكا. يعني راه ان فوا غتهزوا الى شفتوا شي طروفه بيضين بحال الشحمه ولا شي حاجه، هذاك راه غير الزيت ديال الكوكو. مين غتبداو نتوما تستعملوه في اليدين ديالكم راه كيتطلق. غتشدوا واحد المقدار غتمشيو للبطن ديالكم اولا الفخذين ديالكم فين نتوما عندكم الخطوط اولا عندكم سيلوليتيس اولا داك الجلده ديال النراخه كتسمى هنا بيل دي نراخه، وغتبداو التقشير وغتركزوا على هذيك المنطقه وتبداو التقشير. يعني كتفركوا السكر الاسمر والقهوه راهم كيقوموا بالتقشير. ما تجردوش عاوتاني بزاف اللحم ديالكم وماشي ديروا غير هكا، يعني خاصكم تفركوا هذيك المنطقه على الاقل واحد العشرة ديال الدقائق وانتم كتفركوا البلاصه. حاجه وحده اللي حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، القهوه ماشي بالضروره ديروا القهوه فحال هكا، تقدروا ديروا حتى التخت ديال القهوه الا قطرتوا القهوه وشاطت لكم كذلك تقدروا تستعملوها. المهم كتستمروا فحال هكا واحد العشرة ديال الدقائق وانتم كتركزوا على المناطق اللي عندكم فيها سيلوليتيس بزاف اولا دوك الخطوط، ومن بعد كتغسلوا البلاصه. بما انه الزيت ديال الكوكو كيجمد تقدر من بعد من تغسلوا يبقاو لكم هاد النقاطي ديال القهوه. الوغ نتوما ديروا شدوا هذيك البونجا اللي كديروا بها باندوش ودوزوها باش يتحيد لكم هاد القهوه اللي هنايا، لحقاش الا كبيتو غير الماء بوحدو غتبقى لكم لاصقه. يعني خاصكم تستعنوا بشي بونجا اولا هكا باليدين ديالكم تحاولوا انكم تحيدوا القهوه. ومن كتغسلوا اليد ديالكم راه كتبقى لكم من كتغسلوا اللحم ديالكم عفوا راه كتبقى لكم رطبه بهذاك الزيت ديال الكوكو. ومن تكون باقه فاسقه البنات من تكونوا باقين في الدوش غتجيبوا الزيت ديال اللوز، الزيت ديال اللوز حلو، وغتشدوه وغدهنوه في المناطق اللي عندكم فيها كاع هذوك المشاكل اللي نتوما باغين تخلصوا منه، دوك الخطوط اللي كيكونوا حمرين ديال الحمل غتركزوا ما وانتم باقين في الدوش كيكون اللحم ديالكم باقي فازك، وغتبقاو دير واحد المساج بالزيت ديال اللوز الحلو. من كتكون اللحم باقا فازقه الزيت كيتغلغل اكثر احسن من الى حتى شفنا اللحم ديالنا عاد داك السعده درنا الزيت ديال اللوز الحلو. فدخلوه معاكم وركزوا على المناطق اللي عندكم فيها سيلوليتيس، اللي عندكم فيها هذاك اللحم مكردغه، اللي عندكم فيها الخطوطه بيضين، اي حاجه اي حاجه عندكم فيها ركزوا، خاصة الخطوطة الحمرين ديال الولادة راه كيتحيدوا البنات. البنات اللي سولوني قالوا لي يعني على الخطوط الحمرين اللي خرجوا لهم من مر الولادة، فاش تولدوا خاصكم تبداو تعالجوا هذيك الخطوط. ما حدهم حمرين راه يتعالجوا ويتحيدوا بنسبة 90%، الخطوط اللي تيخرجوا من الولادة ما تتحيدوش 100%. يكذب عليكم الكذاب شي واحد اللي يقول لكم راه كيتحيدوا ما كيبقاوش نهائيا الا كانت شي طرق اخرى في شي كلينيك او شي حاجة. اما في الدار راه تقدروا تحيدوهم بنسبة 90%، ما تخليوش حتى تولدوا ويدوز واحد العام عاد تنوضوا نتوما تبغيو تداويوهم، لحقاش الا اللون ديالهم ولا بيض صعيب 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 انهم يتحيدوا. ففاش يكون داكشي باقي طري حاولوا انكم تعالجوا هذا المشكل، مشكل مؤقت ما كيكونش يعني مشكل دائم. اول حاجه غديروا المقشر راه زوين بزاف كيحرك لينا الدوره الدمويه وكاع دوك المشاكل اللي كيكونوا عندنا في الجسم كيبقاو كينقصوا. كيف ما السيلوليتيس راه ما كيتحيدش 100% بهاد الطرق هادو ديال الدار الا درتو ليه الليزر ولا مشيتو لشي كلينيكا داويه، والله اعلم الا كانوا طرق اخرين باش كيتحيد 100%. اما في الدار الطرق اللي كنديروا ديال الدار راه ما كيتحيدش 100%. والخطوط عالجوهم مين يكون اللون ديالهم حمر، اما الى ولاو ولا اللون ديالهم بيض صعيب على انهم يتحيدوا. هادو بالنسبه الخطوط ديال الولاده. اما بالنسبه للخطوط اللي كيخرجوا في الغلظ والضعف كذلك راهم في الاول كيكون اللون ديالهم احمر غادي البني، ما نهملوهمش ما نخليوش حتى عاوتاني اللون ديالهم يولي بحال الرمادي اولا يولي بيض، لحقاش الخطوط من اللون ديالها مع المده كيتبدل كيولي بيض وداك السعدات صعيب 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 انهم يحيدوا. فدائما زيت اللوز حلو
زوين البنات الخطوط اللي كيكونوا عندنا في الجسم ديالنا. كذلك الزيت ديال الروسا موسكيتا، المهم انا راه بدا كيتمسح ليا هذا، نتمنى انه يكون كيبان. هذا الزيت ديال الروسا موسكيتا، ما عرفش شنو الاسم ديالو بالعربيه، ديال واحد الورده. هنا الاطباء كينصحوا الناس اللي داروا مثلا شي عمليه كيحيد السيكاتريس، كيحيد الاثر من الجسم، حتى هو زوين بالنسبه للخطوط الحمرين اللي كيكونوا من مر الولاده. انا ما تعجبنيش بزاف لحقاش صراحه كيخلي الطبيع في الحوايج، يعني من كنت كنستعمله الا كنت لابسه شي كميسيطه بيضاء كيخلي لي الطبعه صفراء وصعيب من بعد انها تحيد. فكنفضل انايا الزيت ديال اللوز الحلو، يعني تقاسمت معكم التجربه ديالي. ديروا الاكسفوليانت فوق ما تغسلوا، كتغسلوا 3 ديال المرات في الاسبوع دخلوه معكم، كتغسلوا 2 المرات في الاسبوع كتدخلوه معكم، ومباشره من تغسلوا اللحم ديالكم وهي باقا فازقه دهنوا في هذيك المنطقه الزيت ديال اللوز الحلو، وحاولوا انكم يعني يوميا ديروه مره او جوج ديال المرات في النهار، راه غتحصلوا على واحد النتائج زوينه بزاف بزاف. وبالنسبه للحاملات اللي سولوني قالوا لي شنو نديروا باش ما يخرجوش لنا الشراطي في الكرش ديالنا، انا نقول لكم بحكم التجربه ديالي انا اللي كنت كنستعمل نيفيا القرعه الزرقاء الطويله، غنخلي لكم التصويره ديالها، هذيك هي اللي كنت كندهن بالنهار، وبالليل كذلك كنت كندهن الزيت ديال اللوز الحلو. والحمد لله في البطن ديالي ما عنديش نهائيا شراطي. فين عندي؟ عندي في المنطقه تحت البطن. ونعطيكم نصيحه، انا كنت كرشي كبيره واول تجربه ليا ما كانش كيبان ليا داكشي اللي تحت البطن، كنت كنركز غير على كرشي. ركزوا على المنطقه تحت الكرش، ركزوا على هذيك البلاصه، رطبوها مزيان بنيفيا، وفي الليل فاش بغيو تنعسوا غسلوا البطن ديالكم مزيان بالماء دافئ، ومن بعد ديروا زيت اللوز وركزوا على المنطقه تحت البطن خاصه في الشهر الثامن والشهر التاسع لحقاش كينزل عليها الثقل وكتفزر الحب. يعني انا فاش ولدت حتى ولدت عاد بان ليا بانها في هذيك البلاصه تحت البطن كانوا عندي العروقه منفوخين، يعني شراطي منفوخين في الحمر، ولكن الحمد لله الحمد لله صحيدوا ليا بنسبه 90%، يعني ما بقاوش باينين، وهذوك العريقات من بعد كيتفشوا بيضين، يعني ماشي شي حاجه ما تيبانوش الا الانسان ما ركزش فيهم ما تيبانوش. فمن فتره الحمل وانتم الترطيب، الترطيب مهم بزاف في المنطقه ديال البطن وتحت البطن خاصه خاصه في الشهر الثامن وفي الشهر التاسع. نتمنى انكم استمتعوا بالجوله اللي درت معكم اليوم، وكذلك تستافدوا من النصائح اللي عطيتكم وديروهم يعني بعين الاعتبار. كنشكركم كاملين جزيل الشكر للبنات والاشخاص اللي كيخليو ليا تعاليق في الانستغرام وكذلك في الماسنجر، وكيشكروا الوصفات. طلب واحد اللي كنطلب منكم عوض ما تكتبوها ليا في الانستغرام وتكتبوها ليا في الماسنجر، خليوهم الله يعطيكم الستر في اليوتيوب، باش حتى شي حد الى دخل وبغى يجرب شي وصفه على الاقل يلقى تعاليق ديال الناس اللي ديجا مجربينها، عجباتنا ما عجباتنا جات معنا. واخا الحمد لله لحد يومنا هذا ما عمري تلقيت شي كومنتاري اللي شي حد كيتشكى من شي وصفه دارها. كنشكركم بزاف، نشكر التشجيعات ديالكم، خليتكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.